والآن نتحول إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة والتفاصيل مع رجاء رمزي. تفضل رجاء. شكرا إليك إلهام. شكرا ريهام. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لذلك لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة. وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الانتاجية بالإضافة إلى تعزيز الانتاج المحلي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية لا سيما قطاعي الصناعة والزراعة من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة وزيادة القدرات على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية. من جانبه شدد رئيس اتحاد الصناعات على أن المبادرة تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع. وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد على أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الانتاجية خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور. وأوضح مدبولي أنه سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء وذلك في اجتماعه الأسبوع المقبل. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء فيه على توقع صندوق النقد الدولي تصاعدا مستقبليا لمؤشرات الاقتصاد المصري. وكشف التقرير عن أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري وذلك خلال السنوات المقبلة والتي تشير إلى ارتفاع معدل النمو ليسجل 4% العام المالي 22-23 ليصل إلى 5.9 عام 2027، فيما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8% العام المالي الحالي و 0.7% خلال حتى العام 2027. كما توقع الصندوق تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 88.3% في العام المالي الحالي و 77.9% حتى العام 2027، فيما توقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% هذا العام و 28% في العام المالي 2026-2027. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي وذلك في ضوء استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها في السنوات الأخيرة. وأضاف وزير البترول خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر التعدين الدولي الثاني بالسعودية أن مصر نجحت بالفعل في جذب العديد من شركات التعدين العالمية للعمل في تطوير قطاع التعدين، مشيرا إلى أن عمليات التطوير بدأت بإجراء الدراسات اللازمة لكافة أوجه منظومة التعدين في مصر وتحديد نقاط الضعف والقوة ومن ثم تطويرها من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. كما أن قطاع التعدين مستمر في عمليات التطوير ويسعى لجذب المزيد من شركات التعدين العالمية خلال هذا العام. اجتمع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع نائبه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الإقليمي في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية ميرا ريزنك خلال زيارتها الرسمية الأولى لقناة السويس وذلك مبنى الإرشاد بالإسماعيلية. وخلال اللقاء أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي انعكاسا
لعلاقات التعاون المشتركة الممتدة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشكل قناة السويس أحد دعائمها الأساسية انطلاقا من دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية واستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. في ختام لقاء أهدى الفريق أسامة ربيع هدية تذكارية إلى نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية. وإلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت تعاملات الجلسة بارتفاع للمؤشر باستثناء مؤشر إي جي إكس 70 وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى تقريبا 1 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.42% ليغلق عند مستوى 15528 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 0.17% ليغلق عند مستوى 2809 نقاط، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة بلغت 0.34% ليغلق عند مستوى 4227 نقطة. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط وسط زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكي والضبابية الاقتصادية عالميا، بالإضافة إلى إعادة الصين فتح اقتصادها. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.7%، وذلك ليصل إلى مستوى 80.63 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.6% ليغلق عند مستوى 75.53 دولار للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.8% ليغلق أو تصل عند مستوى 3.22 دولار للتر، فيما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.74% لتسجل 3.07 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت مؤشرات الأسهم الخليجية، كانت أسهم البنوك الأكثر تضررا في الأسواق، فيما تراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة بلغت 0.2% متأثرا بأسهم القطاع المالي. وانخفض مؤشر أبو ظبي بنسبة بلغت 0.7%، كما خسر مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنسبة بلغت 0.5%، فيما تراجع أيضا المؤشر القطري بنسبة بلغت 1.3%. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى إلهام وريهام. إليكم. شكرا رجائي.